تعتمد برضو على ايش؟ سكريبت ماب. وهيك شو فيها المواد الخطة بتعتمد على سي بلس بلس؟ سي شارب. طيب سي شارب. بغض النظر كانت تعتمد عليها ولا لا، احنا بدنا مثال. بعد الداتا ستراكشرز بيعتمد عليها الالجوريثمز وبيعتمد عليها الاو اس مثلا. اوكي. هلا السكريبت ماب في ماده ثانيه بتعتمد عليها اللي هي الثيوري. بتعتمد على السكريبت ماب. ما نفترض هون انه لو فرضنا انه كان عندي ماده كومبايلر. طبعا احنا بالخطه عندنا بتعتمد على الثيوري. لكن نفترض انها بتعتمد على الثيوري والالجوريثمز. هلا افترض انه عندك داتا ديبندنس جراف زي يعني اشياء بتعتمد على بعض. هلا الداتا ديبندنس جراف اولا لازم يكون دايركتد لانه واضح الكونسبت انه السي بلس بلس هي اللي بتعتمد على السي مش العكس، هو دايركتد جراف. ولازم يكون في صفه انه اسيكليك. لازم يكون اي سيكليك، مش مفروض يكون في سايكل. لأن لو كان في سايكل شو بتكون؟ سي بلس بلس بتعتمد على السي وسي بلس بلس. ما بصيرش، يعني لو جينا حطينا في سايكل هيك شو بصير؟ يعني بصير انه السي شارب بتعتمد على السي بلس بلس اللي بتعتمد على السي، لكن نفس الوقت السي بتعتمد على السي شارب. شو بدك تعيش؟ بطل في ايش؟ ومش هيك ببطل نقدر نحقق الديبندنس. يعني الديبندنسز اللي فيها سايكل لما يكون في عندك سيكليك ديبندنس ما بتقدر تحققها، ذير از نو واي انك تحققها. يعني حتى تاخذ السي لازم تاخذ السي شارب، حتى تاخذ السي شارب لازم تاخذ السي، ذير از نو واي انك تحقق هذا الحكي. اذا حتى الديبندنس تكون قابله للتحقيق لازم يكون الجراف اسيكليك. فعشان هيك عاده في الديبندنس بتكون دايركتد اسيكليك جراف اللي هو دائما بنختصره بالاكرونيم داك. داك يعني دايركتد اسيكليك جراف. ماشي. طيب الان اوكي، يعني هلا لو جينا بدنا نطلع على المثال اللي عنده وبدنا ترتيب للمواد هاي لاخذ المواد بحقق الديبندنسز، سهل جدا انك تلاقي ترتيب. يعني بتيجي تقول مثلا بحط السي بعدين باخذ سي بلس بلس، بس حتى باخذ داتا ستراكشرز لازم باخذ سكريبت ماب، اذا لازم باخذ سكريبت ماب بعدين داتا ستراكشرز بعدين الى اخره. هلا سهل انك يعني المثال هذا انك تحله، لكن احنا اللي بدنا اياه الجوريثم. بدنا الجوريثم بشكل عام تعطيك جراف زي هيك، هو يعطيك ايش؟ يعطيك ترتيب صحيح. هذا الترتيب الصحيح هو اللي بنسميه توبولوجيكال سورت للنودز. يعني هي عباره عن اوردرينج فور ذا نودز، بحيث انه اذا كان في عندك ايدج من اكس الى واي، اكس لازم تكون قبل واي. اذا خلينا نكتب التعريف. التوبولوجيكال سورت لينير اوردرينج of the nodes such that if there is an edge from x to y, x must appear before y in the order. كيف؟ بي اف تي. لا ما بظبط بي اف تي. انك يعني تمشي ليفل باي ليفل. هلا هون لو مشينا ليفل باي ليفل شو اللي بده يصير؟ يعني عندك مثلا اوكي في المثال هذا لو مشينا ليفل باي ليفل ممكن يطلع صح. لكن ان جنرال انت اللي بدك اياه انه على انك ما تاخذ ماده معينه الا اذا كنت محقق كل اللي قبليها.
كل جبهه لازم يتاخد. يعني انت ممكن تحط مثال يكون عندك لو حطينا الثيري ديبندنت على الالجوريثمز بصير في صا لا بصيرش في سايكل. طيب لو حناهي صارت الثيري بتعتمد على الالجوريثمز هلا اوكي. هلا انت اول شيء بدك بريدث هو من اي سورس؟ يعني الان انت عندك وين السورس بدك تبدا منه؟ يعني هي برضه هي قضيه ثانيه البريدث. هلا انت بتفترض انه السورس اللي بدينا منه بدينا من السيدز. اذا بدينا من السيد بكون ايش؟ بكون شو الليفل تبع الثيري؟ لا هو مستحيل يعني مستحيل يكون في مستحيل يكون في ديبندنس يعني من الالجوريثمز للثيري بما انه في معناته البريث بيحسب لك الشورتست ديستنس. صحيح البريث بيحسب لك الشورتست ديستنس مش اللونجست ديستنس. فالديبندنس مثال ممتاز صحيح. يعني الثيري هاي هلا اذا بدك تحسب البريث من السورس راح يعني يحسب لك اقصر مسافه. لا حاط هون احنا حاطين الصرفش مثل الباث الوحيد من السي للثيوري هو راح يكون خلال الالجوريثمز. بس هي الفكره انه لو كان عندك يعني عندك نود وعندك نود هنا وهي بتعتمد عليها هي هاي المثال. يعني اذا كان عندك طبعا هون ما فيش سايكل هاي عندك اكس وعندك افرض انه عندك سورس وحيد ماشي وكان عندك هذول النودز واي زي. هلا البريدث انت بدك تحط راح يعطيك الاكس قبل الزي مظبوط. البريدث اللي هو ليفل باي ليفل هي السورس تبعها. البريدث راح يعطيك الاكس والواي على ليفل 1 ماشي فراح تكون الاكس قبل الزي لكن هذا الحكي غلط لانه الاكس بتعتمد على الزي. فهو البريدث بتجيب لك اقصر مسافه ان شاء الله يعني بينما الديبندنس لازم ياخذ بعين الاعتبار اطول مسافه لا لازم ياخذ كل الديبندنس. فاذا اكيد البريدث خطا. طيب هلا خلونا نفكر كيف بدك تعطيني ترتيب صحيح لهدول الفيرتسيز بحيث انه يراعي الديبندنس. كيف نفكر فيها كالجوريثم؟ هلا في الجوريثم بديل. بعد ما احنا راح ناخذ يعني على الاقل تو الجوريثم لحل هي المساله، واحد بديل وواحد مش كثير بديل. هلا ايش البديل؟ ان الماده اللي مش داخلها سورس ابلش فيها. ممتاز، بالضبط، هذا هو البديل، يعني هذا التفكير البديل، انه ابدا بالاشياء اللي مش داخل فيها اسهم. ماشي الحال؟ ابدا بوحده منهم. طيب وبعدين ابدا امشي الماده اللي داخلها سهمين تكون يعني لها سورس اخر غير اللي انا طيب كيف بدي اعالج ممكن يكون سهمين وثلاثه واربعه يعني ممكن يكون عندك ماده داخل فيها خمس اسهم ان جنرال يعني مش بدور مثال تبع اقل شيء اثنين بس ان جنرال ممكن يكون 10 اسهم 1000 سهم. اذا ان جنرال كيف تبدي شيء الجوريثم سيستماتيك اللي ممكن امشي تفضل نفكر اول شيء بضلني ماشي لما اخلص بعدين بدور مره ثانيه على نوت ايش فيها مش لاقي فيها ولا سهم اذا ما لقيت معناته خلص اذا بكون فيها هلا هي كيف النوت مش لاقي فيها ولا سهم يعني حددنا نقط البدايه السي والسكريبت ماب. طب وبعدين يعني حددنا عرفنا بعدين شو اسوي؟ كيف بدي اعرف انه مثلا بعديها مين يجي سي بلس بلس دي اف اس انه نعمل دي اف اس وبعدين يعني دي اف اس بعدين اللي في سهم انا مش واصله بحطه بكيو بقعد بشوف
بمشي من سورس ما فيش داتا في الرسائل بعدين برجع للكيو بشوف اذا تحقق من انت كيو صارت يعني تك خلط الدبث بالبرد هذا لا بدون الدبث يعني ستار بتعرف تعمل كيف هيك اختلطت هي يعني بس يعني مش صار في كيو انه بس اخزن اللي فيه عليهم لسه متطلب مش فيزبل فبس اخزنه عشان ارجع له بعد خزن الشيء اللي لسه يعني في عندها ديبندنسز ما تحققوش بس هو ان جنرال ممكن يكون عندك يعني عدد كبير من الديبندنسز شوف طيب اعطينا ممكن لا بيكون نود نعطيها زي كتبوا ليش الريت متاعهم كل زي كده كونتر وكل ما نوصل لعندها اذا كان كل بوينترز مش مرتبين نرجع للنقطة طب اوكي يعني احنا هي الفكرة انه في الاخر بدي اعرف مين النود اللي تحققت الديبندنسز تبعهم طب ايش ما استعين برقم يعني احط لكل نود رقم قديش عدد الديبندنسز اللي موجودين وقديش عدد الديبندنسز اللي تحققوا مظبوط يعني لو جينا عرفنا ايش نسميه ديبندنس كاونت ديبندنس كاونت ولا سب كوي هاي بالنسبه لها راح تكون صفر هاي الديب كاونت يساوي صفر هلا بالنسبه للسي بلس بلس كم راح يكون؟ واحد تعتمد على شيء واحد سي شارب واحد حسب الرسم اللي عندنا بعد شوف الخطه بس حسب المثال اللي عندنا واحد الثيري برضه واحد الداتا ستراكشرز اثنين هاي واحد وهاي واحد وهاي اثنين هلا عرفنا كل واحد كل نوع من النودز على كم من نود بتعتمد إذا الآن بقدر أبدأ بأي مود الديبندنس كاونت تبعتها صفر لكن حتى الدب كاونت هذا يتغير معي شو لازم أعمل؟ يعني أنا مثلا لما أخذ السي أخذت السي شو بصير بالديبندنس تبعون السي بلس بلس؟ إنه ايش بنزل من واحد لصفر يعني الواحد راح ضل صفر فالآن بصير عندي هاي بتصير صفر بعد ما اعمل السي اذا الفكره انه ليش ما اعمل احط النودز اللي دائما جاهزين اللي واخذهم احطهم في ليست بسميها ريدي ليست مثلا ريدي ليست الريدي ليست في البدايه راح يكون فيها سي وديسكريت ماب هلا بعد ما اخترت السي صارت الريدي ليست فيها ديسكريت ماث و السي بلس بلس هلا لاحظ انه مين واخذ الديسكريت ماث ولا السي بلس بلس ما راح تفرق يعني اثنين حاليا الديبندنس تبعت الديبندنسز تبعهم ساتسفايد فبقدر اخذ اي واحد فما راح تفرق افرض اني انا اخذت الديسكريت ماث فاذا اخذت الديسكريت ماث الان الديسكريت ماث راح تعمل ابديت لو الديبندنس كاونت تبع الثيري والداتا ستراكشرز هلا الثيري راح تصير من واحد راح تنزل الى زيرو داتا ستراكشرز تصير واحد فنلاحظ الان الداتا ستراكشرز لساتها مش شادي فالان بالنسبه لي في الريدي ليست طلعت منها من الديسكريت ماث ودخلت فيها مين؟ الثيري اذا الثيري صارت ريدي كل معي؟ طيب هلا هذا الحكي رح نحوله لكود كمان شوي. اللي بعديها بطلع السي بلس بلس. السي بلس بلس هذا بدها تعمل ابديت ل النيبرز تبعونا وهم بنقدر نقول عنهم تشلدرن هون لانه ديبندنس جراف. فرح تصير عندك الداتا ستراكشرز تنزل لصفر والسي شارب تنزل لصفر. الان معناته دخل عندي اثنين جداد على الريدي ليست صاروا ريدي السي شارب والداتا ستراكشرز فراح يصير عندي ثيري سي شارب وداتا ستراكشرز ومين اللي اخذته انا السي بلس بلس الان بدي اخذ بقدر اخذ اي واحد فيهم افرض اني اخذت الثيري الان باخذ الثيري
وراح تعمل ابديت لنعتمد عليها الكومبايلر، هاي راح تصير واحد يعني لساتها مش شغاله، لكن قبل الديبندنس مقدار واحد. فهاي الشيء الوحيد اللي بنعمل له ابديت. الان اللي المفروض طلعت الستير بطلت موجوده في الريدي ليست. اوكي نحن مش ماشيين كونسيستنت هون مضبوط. ناخذها لساتها موجود اللي بعد الجيم يعني في البدايه عند السي سبيد ماث، بعدين ديسكريت ماث سي بلس بلس لانه طلعت السي. مضبوط. بعدين اخذنا السي بلس بلس كيف؟ هاي الخطوة اللي بعديها راح نطلع الثيري وراح يطلع لنا السي شارب والداتا ستراكشرز. هلا الثيري ما خلتش حدا جديد عندي. هلا مين ضل عندي السي شارب والداتا ستراكشرز؟ بدي اخذ واحد فيهم. المفروض اخذ السي شارب. السي شارب هلا ما في الا فيش حدا بيعتمد عليها، اذا ما راح تعمل اي ابديت. اوكي الان صار عندي اللي بعديها بدي اطلع داتا ستراكشرز. من هون راح يضل عندي داتا ستراكشرز هي الوحيده في الريدي ليست. راح اخذ الداتا ستراكشرز اللي هي الوحيده اللي ريدي. انا لما اخذ الداتا ستراكشرز شو بصير بالريدي ليست؟ الاو اس بتصير زيرو. هاي صارت الاو اس ريدي والالجوريزمز برضه بدها تصير زيرو. اذا صارت تنتين ريدي فبقدر اخذ واحدة فيهم. الكومبايلر بتصير ريدي لما الالجوريزمز تتاخذ هون. هون السوليوشن، هذا السوليوشن الحل. السوليوشن او الاوردر. الاوردر الترتيب اللي انا ماشي فيه. الان اخذت الاو اس، اوكي اخذت الاو اس، الاو اس ما راح تعمل ابديت لحدا. الخطوه اللي بعديها ما في غير الالجوريثمز. باخذ الالجوريثمز والالجوريثمز بتخلي الكومبايلر زيرو. واخر شيء باخذ الكومبايلر. ماشي؟ اذا هاي هي الفكره، انه بدك تبدا زي ما انتم لاحظتوا الشيء المنطقي انه ابدا اللي ما بيعتمدوش ولا على حدا. وبعدين بصير اعمل لابديت لعدد الديبندنسز لكل نوم، وبتصير الديبندنسز لهم زيرو بتكون جاهزه. فبقدر اخذ. طبعا اكيد في اكثر من حل صحيح، يعني هون اي وقت بكون في عندي مالتيبل نودز على الريدي ليست بقدر اخذ اي وحده فيهم، كله راح يطلع صح. طيب الان السؤال كيف نحول هذا الحكي الى كود؟ طيب هون الريدي ليست كيف بدي احول هذا الحكي الى كود؟ هلا خلينا نفكر فيها، الشغله مش كثير صعبه، هلا قبل ما تفكر بالكود فكر كيف شكل الانبوت اللي عندك. الانبوت اللي عندك راح يكون انك تفترض انه ادجسنسي ليست. ادجسنسي ليست يعني راح يكون عندك المواد دي مش راح نرسمها كلها، عندك سي سي بلس بلس بأي ترتيب مش راح تفرق هلا هون، سي سي بلس بلس سي شارب سكريت ماث داتا ستراكشرز إلى آخره. هلا السي راح يكون في الأدجسنسي ليست تبعتها بس في سي بلس بلس. السي بلس بلس في الأدجسنسي ليست تبعتها فاضي حسب المثال اللي عندنا طبعا. عفوا لا راح تكون سي شارب. سي شارب راح يكون ولا حدا ال سي بلس بلس السي شارب والداتا ستراكشرز. السي شارب ولا حدا. الديسكريت ماث في عندك الداتا ستراكشرز والثيري. ماشي وهكذا مش بتدور الرسوم كله. هلا هذا هو الانبوت تبعك، هذا هو شكل الانبوت تبعك. كيف من الانبوت هاي بدك تطلع بدك توصل للحل اللي بدنا نوصل له؟ الخطوة الأولى
بدي اجيب الديبندنت كاونت، بدي احسب الديبندنت كاونت لكل نود بالكروز، مظبوط؟ طيب هلا هون كيف تحسب هاي الديبندنت كاونت؟ مش صعب الشغله. دكتور احنا كل واحد بيعمل انكريمنت عند يعني تفضل كل مره بتطلع فيها سي بلس بلس بكون زايد انا على نفس النود بينتظر اسمه تطلع وين؟ تطلع بالادجيسنس ليست لكل واحد يعني مثلا يعني بالسي بشوف اللي جنب الليست تبعتها اذا بتطلع سي بلس بلس بزيد واحد على الكاونت ايوه يعني كل واحد بيظهر بالادجيسنس ليست تبع اي حدا بتزيده واحد هون دي داتا ستراكشر ظهرت مرتين ظهرت مرتين في الادجيسنس ليست يعني موجوده في الادجيسنس ليست تبعت السي بلس بلس موجوده في الادجيسنس ليست تبعت ديسكريت ماث كل مره بدي ازيدها واحد اذا الخطوه رقم واحد بصفر الديبندنس كاونت اذا هون خلينا نحكي توبولوجيكال سورت توبولوجيكال سورت واخذ الجراف اللي هو جي اول خطوه فور each node u n g بدي اعمل الدب كاونت of ال u يساوي صفر هاي صفرنا الان الحكي الحل اللي حكى عنكم زميل اني بدي اصير يعني هون بدي امر على كل الادجز يعني امر على كل الادجسنس ليستس فالان انا محتاج له تمر على كل الادجسنس ليستس هذا كيف بدي اعمله؟ بدي لوب تمر على الاري هاي الفيرتسيز بالاول اذا هون راح اعمل فور ايتش نود يو ان جي وبعدين فور ايتش ايش؟ نيبر جي اوف يو كل النيبرز تبعونا او زي ما بنكتب دائما ينتمي للادجيسنس ليست تبعت اليو ماشي اذا هذول الناس الجروبس بمروري على كل الادجيسنس ليست انا شو لازم اعمل؟ ديب كاونت اوف في ولا يو؟ في ولا يو؟ في بالضبط اذا هون انا في الادجيسنس ليست تبعت اليو في هو اللي موجود في الادجيسنس ليست تبعت اليو يعني الفي بيعتمد على اليو اذا هون في عندي اتش من اليو الى الفي اذا الدب كاونت تبع الفي هو اللي بدي اعمل له بلس بلس بعد ما تخلص اللوب هاي بكون عرفت الدب كاونت تبع كل واحد فيهم كل واحد عديته كم مره ظهر في واحده من الادجيسنس ليستس بعديها ايش بدي اعمل؟ ايش اعمل بعديها؟ ممتاز لما بدي احدد مين اللي الدب كاونت تبعهم زيرو خلينا احطهم في ايش؟ ريدي ليست اذا بدي اعمل ريدي ليست اذا هون كرييت ريدي ليست ار اند سوليوشن ليست اس يعني بدي الريدي ليست هلا احط فيها مين الريدي والاس هي بتكون فيها الجواب السوليوشن الحل الاوردر بعدين الان فور ايتش نود يو ان جي برضه بدي ارجع امر على النودز مره ثانيه ايش بدي اعمل؟ الدب كاونت زيرو اذا الدب كاونت زيرو اف الدب كاونت لا لسه اف الدب كاونت اوف اليو يساوي زيرو معناته بدي احطها ار دوت اد هلا احطها اد تو هيد ولا اد تو تيل؟ اد تو تيل ريدس ما بيفرق الترتيب يعني ممكن اعمل اد تو هيد ممكن اعمل اد تو تيل لانه قلنا في الريدس كنا نختار يعني باي ترتيب بدنا اياه بتختار اللي بدك اياه بتعمل لليوم كل هذا اللي كتبناه كل الكود اللي كتبناه لحد الان بس عملنا يعني الريدي ليست الاصليه يعني بالنسبه للمثال تبع كل اللي عملناه حددنا الدب كاونت حسبنا الدب كاونت وحددنا انه السي والديسكريت ماث هم الدب كاونت تبعهم زيرو
وحطناهم بالادرس لحد الان هاي كل اللي عملناه. الان بدي اعمل الجزء الحقيقي من البرنامج هذا كله تهني يعني انيشاليزيشن كل اللي عملناه بس ضبطنا الادرس. الان الشغل الحقيقي ايش بيكون؟ بدنا نمشي على الادرس يعني بدنا نمشي على الادرس لحد ما ايش؟ لحد ما تخطر الادرس. إذا بيكون عندنا اللوب الرئيسي why r is not empty طالما الريدي ليست is not empty loop بدك تطلع واحد من الريدي ليست إذا بدك تجيب u تساوي r dot remove remove head أو remove tail doesn't matter لأنه مش مهم remove head خلينا نحكي ما بتفرق هاي جبناه بدنا نحطه بالسوليوشن ليست هذا اللي جبناه اللي طلعناه من الريدي ليست بدنا نحطه بالسوليوشن ليست اذا بدنا نعمل اس ايش؟ اد هلا هون بالسوليوشن ليست بهمني الترتيب احطه اد تو هيد ولا اد تو تيل؟ اد تو تيل اد تو تيل ايش؟ عشان يطلع للترتيب يعني اول واحد اللي هو السي راح ينعمل له اد تو تيل بيجي بعديه اللي هو مثلا سي بلس بلس لازم يكون تيل مش هيد لازم يكون بعديه اذا هاي الاد تيل مهمه نحطها بالاحمر انه مهم الاد تيل هاي الترتيب مهم طيب اذا هون طلعنا واحد من الريدي ليست وايش عملنا؟ حطيناها في السوليوشن ليست كيف بدنا نعمل تحليل للدب كامل شو كنا نسوي؟ نمشي على النيبرز تبعهم اذا كيف نمشي على النيبرز فور ايتش نيبر في في الادجيسنسي ليست تبعت يو ايش بدي اعمل؟ دب كاونت للفي ولا لليو؟ دب كاونت اوف في ماينس ماينس بعدين بعدين شو لازم يصير؟ شوف يا زلمه ايوه بالضبط اذا كان الريد كاونت زيرو اف دب كاونت اوف الفي يساوي زيرو شو بدي اعمل؟ ضيفوا على الريدرس باي ترتيب مش مهم r dot add to tail لا ال v ولا ال u؟ ال v واضح اذا الفكره كل مره بدي اطلع من الريدرس واحد اللي بطلعه من الريدرس بدي امر على النيبرز تبعهم وكل نيبر من النيبرز تبعهم بدي اعمل له دوكيومنتيشن تعمل دوكيومنتيشن للدب كام اذا الدب كام صار صفر معناته صار ريدي يعني هون مثلا الداتا ستراكشرز اول مره طلعنا السي بلس السي بلس بلس او ديسكريت مات نسيت مين اللي فيهم بالاول كان ديسكريت مات ديسكريت مات نزلت الدب كام لواحد ما صارت ريدي لما اجت السي بلس بلس نزلت الدب كاونت مرة ثانية صار صفر وصار إذا هذا هو الكود وهي خلص عملنا ابديت للريدي ليست وضلنا مكملين لحد ما الريدي ليست تخلص. هذا الكود يعني انتوتيف بديل. هذه مش حلوه صح؟ يعني جراف صحته بس مفصولين في جزء عايز بينهم. لا راح يشتغل صح ليش لا؟ لانه احنا بنحدد كل الدب كام تبعهم زيرو كل الدب كام تبعهم زيرو يعني هون لو جينا عملنا فصل اوكي يعني ايش كيف ممكن نفصلهم مثلا؟ حط واحد جديد حط واحد شيء سهل من سي بلس بلس هاي عملنا مثلا واحد منفصل عنه لحاله هلا بالاول راح يجي يطلع الدب كاونت تبع هاي الصفر مظبوط
لانه هو راح يمر عليهم كلهم، لانه هو راح يمر على الادجيسنس ليست. الادجيسنس ليست فيها كل شيء، كل نود في لها انتري في الادجيسنس ليست، في لها يعني انتري في الاري، وفي لها الادجيسنس ليست تبعتها. فهو راح ما راح يضيع شيء، راح يمر عليهم كلهم. في اي سؤال؟ طيب هلا خلينا نحلله. مين بعطينا الجواب؟ شو شو الرننج تايم تبع الانتر؟ هذا عنده الجواب جاهز ولا بدنا نمر عليهم؟ خلينا هلا اول شيء نمر عليهم لوب. هاي اللوب، هاي دي، هاي اللوب. ايش هاي اللوب؟ هاي اللوب المفروض هلا صرنا نعرف شو هي. ايه؟ في بلس في بلس في بلس بلس في. هاي في بلس بالضبط، هاي زيها زي اللوب تبعت ال دي اف اس. لاحظ انه هاي في بلس اي لها بالضبط. انت شو اللي بتعمله؟ بتمر على الادجيسنس ليست، يعني لازم تمر على كل واحد من الفيز. اذا هاي في لازم تمر على الفي كامل، ولازم تمر على الاي. هذول كم عددهم؟ كلهم على بعض هذول هذول عددهم عدد الانتجرز. هذول كل واحدة في البادي ليست، في العفو في الادجيسنس ليست، هي عبارة عن انتجر. فإذا هون عندك في، هون عندك اي. فأنت بتمرر على الفي بلس اي، بالضبط هاي زي الفي ال اس والاي ال اس. إذا هاي في بلس اي. الآن هاي اي دي. طيب وال اللوب الجوانية برضه بتشبه مين هاي اللوب؟ دي بلس اي. بتشبه اللي فوق، بتشبه الدي اف اس والدي اف اس، يعني هتكون على كل الفيرتيسيز، ولكل فيرتيس هتكون على الادجز تبعهم. اذا هاي كلها بتاخذها على بعض اون اجريجيت برضه في بلس اي. إذا صفت الشغلة كلها على بعضها كم؟ برضه في بلس. إذا التوتال رانينج تايم يساوي ثيتا اوف في بلس اي، يعني طلع بالآخر زيه زي الدي اف اس والبي اف اس. لكن لو جينا نحكي لكم هيدر كونستنس أكبر من البي اف اس والدي اف اس. لكن في حل للمسألة توبولوجيكال صور، انك ممكن تعمل العملية كلها الدي اف اس واحد. لكن كيف؟ إذا فكرت بالشغلة بالعكس، فكرت فيها من تحت لفوق، تقدر تعمل كل عملية التوبولوجيكال صور بإيش؟ بالدي اف اس واحد. كيف؟ الفكرة إنه الفكرة الأساسية إنه في الدي اف اس لما تعمل الدي اف اس ما بتعمل فينيشنج لنود معينه الا اذا كنت عامل فينيشنج للي تحتيها، يعني اللي تحتيها يا اما ما فيش حدا تحتيها يا اما كل اللي تحتيها انت عامل له فينيشنج، يعني اي شيء لسه ما وصلت له اللي تحتيها ما راح تمر عليه الا ما تعمل فينيشنج للنود. فهي اصلا يعني فكره الدي اف اس انه اي هي انا نود معينه وانا في تحتي اكثر من باث، انا نفسي ما راح ينعمل لي فينش الا اذا كل هذول كانوا خالصين. طيب هذا الحكي بحكي لك انه كيف ممكن نحل المساله هاي بالدي اف اس واحد. كيف؟ بالعكس. ايوه بعدين بمشي فيها من الدي اف اس انه عكس مش عارف كيف. اعلى اعلى بمشي بالعكس بصير انه لازم ياخذ كل اللي قبله قبل ما هو يخلص. فهيك بتخلص اللي قبله بعدين بنرجع خلص هون. مثلا ببلش من الكومبايلر. كومبايلر بمشي لفوق للالجو بالمثال مثلا، ولازم اضلني ماشي على ما اخلص السي عشان ارجع للكومبايلر. لازم امشي. ليش ترجع؟ ليش تكون؟ لانه الصوت. طب لو فكرنا في الشكل الابسط. تمشي من الالجو بس
لا مش بالضرورة أعلى دب كاونت، لا بس هي فكرة الديف مصدوعة. لا شو معنى ديف على فكرة؟ يعني هو معنى ديف مش هو ديف اللي ايش؟ مش حدا بيعتمد عليه. ديف يعني هون بالنسبة إلى الديف هم الكومبايلر والسي شارب والاو اس، هذول ما في حدا بيعتمد عليه، هذول بالنسبة لنا ليبس. لكن احنا ممكن نفكر فيها بشكل ابسط، نبسط الامور. قبل شو الكومبايلر من الليف كنت تبعت السي. طب انا لو جينا نقول التالي، هذا الكومبايلر اوكي بتعتمدش عليها. وين بقدر احطها بالليست وانا مطمن؟ اخر شيء. بقدر احطها اخر شيء وانا مطمن، هاي الفكرة. انه الشيء اللي ما في حدا بيعتمد عليه بقدر احطه باخر الليست وانا مطمن. يعني باجي بحط الكومبايلر مش من الاول، يعني ببني الليست من تحت لفوق، فبكون بحط الكومبايلر باخر الليست وانا مطمن، ما في مشكلة. طيب الان بعديها. طيب هلا من وين راح يجي الاو اس؟ هلا لو عملنا دي اف اس، لو عملنا دي اف اس الشيء اللي راح ينعمله فينش، اي شيء راح نعمله فينش للدي اف اس راح يكون يا اما ما في تحتيه حدا، مش حدا بيعتمد عليه يعني دي، يا اما ايش؟ كل اللي تحته احنا عملناه ونفنش. فالفكره لو عملنا ان ريفرس فينشينج تايم بيطلع معنا التوبولوجيكال سولت صحيح. ماشي؟ او عفوا الفينشينج بالعكس، الفينشينج تايم بس بنحطه باخر الليست. يعني بيجي هون السي بنعطيها رقم واحد. الان السي بلس بلس رقم اثنين. ماشي الحال. السي شارب رقم ثلاثة. هلا هاي ليف مضبوط، اذا بعملها فينش وبحطها باخر الليست بلاش الكومبايلر، هاي بعملها فينش بحط السي شارب وانا مطمن. حطيتها وانا مطمن انا ليف، مش حدا بيعتمد عليها. لو حطيتها اخر شيء مش مشكله، يعني زي انت عندك ماده فيش مواد بتعتمد عليها بتاخذها باخر فصل، مضبوط تقدر تاخذها باخر فصل. فالان برجع على السي بلس بلس. الان خلصوا النيبرز تبعهم، انا ما خلصوا، لازم ادخل في الداتا ستراكشرز بعطيها رقم خمسه. بنزل في الديبندنس عندي الاو اس بعطيها رقم سته. الان ما لها ديبندنس لازم يرجع بس، فبعطيها رقم سبعه وبحطها بالاخر. برضه بحطها وانا مطمن لانه فيش حدا بيعتمد عليها. برجع للداتا ستراكشرز. الداتا ستراكشرز ضل عندي الالجوريثمز فبعطيه رقم 8. لسه في ديبندنس الكومبايلر فبعطيه رقم 9. الان هو ليف اذا لازم ارجع فبعطيه رقم 10. وبما اني عملت له فينش معناته لحظة انا بحط من الاخر، هلا بحط وانا مطمن برضه. لانه ليش؟ لانه هو ما فيش حدا بيعتمد عليه. يعني حتى لو اوكي خليهم يجوا بعدهم. هم يعني المهم انهم يكونوا ما بيعتمدوش عليه. طيب نرجع للالجوريثم برضه هلا بنعملها فينش. فبنحطها. الان لاحظ الفكره، الان برجع للداتا ستراكشرز. انا خلصت كل اللي تحتيها. من خلصت اللي تحتيها الان اتس تايم تو فينش، بعملها فينش بتصير 12. الان برضه بحطه وانا مطمن، لان صحيح هي مش ليف لكن كل اللي بعتمدوا عليها انا خلصت منه. فبرضه بحط الداتا ستراكشرز الان وانا مطمن انه كل اللي بعتمدوا عليها صاروا اوريدي تحت، صاروا اوريدي تحتيها في الليست. اوكي؟ فبرجع للسي بلس بلس خلصوا برضه بعطيها رقم 13 اي فينش، مطمن انه كل اللي بعتمدوا عليها صاروا تحت. وبعدين بنرجع للسي برضه بنعملها فينش وبنحطها. طيب الان الدي اف اس راح يرجع يبدا من سورس جديد. هلا بغض النظر عن السورس، يعني حتى لو ما ضلش لثنتين، لو اختار الثيري او اختار الديسكريت ماث راح يطلع صح. يعني اذا هو راح يعمل فينشنج للثيري قبل الديسكريت ماث. لو فرضنا هون بدينا من الديسكريت ماث 15 راح تجي 16. ليش راح يعمل لها فينش؟ لانه اللي تحتيها فينش فبرضه راح يعملها 17 راح تحط
هذا انا عم بطمن لانه اللي تحتيها صار اوريدي تحت الليست. هاي اخر شيء رقم 12 و طبعا لو عملت دي اف اس مختلف كان راح يعطيني ايش؟ حل مختلف لكنه صحيح. ماشي؟ لو كنا عملنا الديسكريت ماث، لو كنا بدينا من الديسكريت ماث قبل السي كنا راح نحصل على حل مختلف لكنه برضه راح يكون حل صحيح. هذا الحكي كيف ممكن نكتبه كسودو كود؟ سهل جدا، بس يعني كل اللي ما هنالك هذا topological sort 1 topological sort 2 of the graph بدك تحكي 2 a dfs هنا create a solution list s بس عندي solution دو دي اف اس whenever a node is finished بدك تعمل s dot add to head add to tail add to head. الاشي اللي كنا نضيفه وين؟ على رأس القائمة. اذا هنا add to head ونكبر النود خلينا نسميها U is finished add to head the U that's it. اوكي اذا هون الكود عندنا واضح انه ابسط بكثير من الكود اللي كتبناه بالاول. لو جينا نطلع على الاسمتوتيك كومبلكسيتي شو الاسمتوتيك كومبلكسيتي؟ برضه في بس اللي هي الدي اف اس بس هذا اسرع صح؟ اسرع كاكشوال رايم شغل. ماشي. اذا الفكره ايش؟ الفكره انه شفنا تو ديفرنت الجوريزمز حتى نعمل التوبولوجيكال سور. الاول اللي هو البديهي اعتقد يعني الكل بوافق انه هذا هو البديهي لانه البديهي انك تفكر فيها من فوق تفكر انه مين راح ابدا مش انك تفكر مين اللي بدي احطه بالاخر. لما فكرنا مين اللي بنحطه بالاول طلع معانا الالجوريثم يعني بديهي ستريت فورورد لكن كلفنا كود كتبنا كود كثير عملنا عمليات كثير يعني مرينا على الفيرتسيز كذا مره لكن عدد الباسز كونستنت يعني الفرق بين هذا كونستنت نمبر اوف اوف باسز هذا عمل باس واحد بس جاست دي اف اس هذا عمل اكثر من باس يعني هنا في دي بلس اي وهنا كمان في دي بلس اي هي في وكمان في كرر العمليه لكن الفرق بيناتهم كونستنت اذا اسمبتوتيكلي اثنين زي بعض ما في فرق بيناتهم اسمبتوتيكلي لكن كاكشوال رانج تايم مين متوقع يكون اسرع؟ اكيد اللي على اليمين لانه بيعمل باسز اقل فالهيدن كونستنتس هون اصغر من الهيدن كونستنتس بالالجوريثم الاولاني يعني هذا مثال على مسألة إنه لو فكرت فيها بشكل بديهي توصل لحل معين وإذا فكرت فيها بشكل يعني غير تقليدي أو فكرت فيها بالعكس توصل لحل أفضل فمرات كثير يعني بكون كويس إنك تفكر في المسألة بالعكس تفكر فيها من تحت لفوق أو تفكر مين النود اللي بقدر أحطها بآخر الليست مش مين النود اللي بقدر أحطها بأول الليست. في أي سؤال على الألغوريثم؟